للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. دكتور أرحب بك إلى أحداث اليوم. بداية حدثنا عن أبعاد هذا المشروع الضخم. حضرتك وسيدي وكل مشاهدينك، في الحقيقة مشروع الفسطاط أو حدائق الفسطاط هو مشروع تطويري من الطراز الأول، ومشروع إحياء لمناطق أثرية وتاريخية مهمة جدا. المنطقة دي في الحقيقة بتحتوي أكثر من معلم، يعني أقدمهم على الإطلاق الكنيسة المعلقة، ودي كانت لفترة طويلة جدا من عجائب الدنيا السبعة في المباني كأحد المنشآت المميزة في العالم يعني. كمان فيها مسجد عمرو بن العاص، طبعا كل المشاهدين يعرفوا عمرو بن العاص وقصة فتح مصر، وإنه اختار منطقة الفسطاط دي تبقى مقر للحكم بعد مشاورات مع مقر الحكم في المدينه المنوره مع الخليفه عمر بن الخطاب. كمان فيها سور مجرى العيون، وسور مجرى العيون ده هو مبنى تاريخي ومبنى له وظيفه مهمه جدا في نقل المياه من النيل الى منطقه القلعه. منطقه الفسطاط كمان مؤخرا شهدت افتتاح واحد من اهم المتاحف في مصر، متحف الحضاره، واللي تم نقل المومياوات من المتحف القومي في التحرير اليه. طبعا المنطقه في المرحله دي كده اصبحت تحتوي مجموعه من المعالم الهامه جدا يلزمها تطوير المناطق البينيه. فالمناطق البينيه هي فكره حدائق الفسطاط بقى، وان هي تبقى في المنطقه دي. طبعا تم تطوير كمان عين الصيره، المنطقة بتاعت عين الصيرة دي كلها حضرتك والمتابعين والمشاهدين يعرفوا قد ايه ان هي كانت منطقة عشوائية جدا. نفسها المنطقة بتاعت بحيرة المية كان يعني فيها مشكلة كبيرة جدا، تم تطويرها وتنقيتها واصبحت المنطقة في منحنى حضاري مميز جدا. طيب دكتور، وأنت أستاذ في التخطيط العمراني ذكرت نقطة تطوير المناطق البينية، هل لك أن تشرح لنا بشكل مبسط ما هي محاور عملية تخطيط المناطق البينية؟ تمام، احنا عندنا في المنطقة بتاعت الفسطاط دي عندنا في قطع أراضي كانت محيطة بعين الصيرة، وفي مناطق عشوائية كانت في المنطقة ما بين مسجد عمرو بن العاص ومنطقة عين الصيرة. في الحقيقة التطوير في المنطقة دي تم بطريقة مميزة جدا، إزالة العشوائيات اللي كانت بتخنق معظم الآثار اللي موجودة في مصر تم إزالتها بالكامل، بالإضافة لاستغلال المناطق الفاضية اللي هي كانت بين عين الصيرة وبين مسجد عمرو بن العاص، دي تم تطويرها بالكامل ضمن مخطط لإعادة إحياء منطقة الفسطاط. وبالتالي اصبح المكان تخطيطيا مؤهل لان هو يستقبل كل عناصر السياحه، من سياحه داخليه او سياحه حتى خارجيه، لان المنطقه دي جذابه جدا. ولكن كان مشكلتها الاساسيه هي فكره التطوير، فكره ان احنا نقدر نستقبل سياح من غير ما يكون في اي مشكلات او اي يعني نقدر يكون المحتوى العمراني او النسيج العمراني بتاع المكان جاهز لاستقبال الحركه السياحيه. طبعا ما نقدرش نستقبل سياح وفي حوالينا مناطق عشوائيه، شوارع ضيقه، ما فيش خدمات، ما فيش ممرات للمشاة، ما فيش حاجه السائح يقدر يشوفها غير الاثر. فطبعا وجود الاثار المناطق الاثريه جنبها مناطق عشوائيه طبعا بيحد من استخدامها كمناطق سياحيه. طبعا دي بتحصل في اكثر من مكان، بتطوير منطقه الاهرامات والمناطق دي كلها حصل فيها نفس التحول العمراني، ان احنا بنعدل الكونتكست او النسيج العمراني بحيث انه يكون الاثر واضح ويسهل استخدامه ويسهل زيارته ويسهل الوصول اليه، بحيث ان الجوله السياحيه تبقى جوله ممتعه للسائح سواء من بره مصر او جوه. طيب دكتور، حدثنا عن أهمية هذا المشروع لمن هم مهتمون بشكل معمق بالعمارة الإسلامية، ما أهمية هذا المشروع في الحفاظ على العمارة الإسلامية؟ طبعا فترات طويلة جدا كانت العمارة الإسلامية في مصر كانت لا تشهد أي اهتمام، يعني تقريبا احنا بنعاني يعني او المتابعين والمهتمين بالعماره الاسلاميه الاثار الاسلاميه كانت بتعاني من مجموعه كبيره جدا من المشاكل، زي ارتفاع منسوب اللي هي الصرف الصحي، لان طبعا حضرتك عارفه كل المناطق الاسلاميه اللي في القاهره محاطه
ومشغوله بانشطه تجاريه وانشطه سكنيه. يعني لما نيجي ناخد منطقه زي منطقه خان الخليلي، منطقه هتلاقي جنبها محاط بيها منطقه المسكي، وهي منطقه تجاريه قويه جدا. فطبعا المرافق اللي موجوده في المكان لا تستوعب ولا تستحمل الانشطه دي، وبالتالي كل ده بيعود بالضرر على الاصل. كان في اثار من الاثار الاسلاميه دي كان فيها مشكله ثانيه، هي مشكله الملكيات، ان هي كانت مملوكه الاشخاص وكان في ناس عايشه جواها. يعني كتير جدا من الاثار اللي موجوده في مناطق كتير في مصر كانت عليها مشكله ملكيه. طبعا المشاكل دي كلها في الفتره اللي فاتت تقريبا اتحلت، وبالتالي بقى عندنا اثار يمكن تطويرها ويمكن الارتقاء بيها. طبعا واحد من اهم الاثار دي هي مسجد عمرو بن العاص اللي هو جوه المنطقه اللي حضرتك بتكلميني عنها النهارده، هي منطقه الفسطاط. طيب ومسجد عمرو بن العاص كان بيعاني كاثر اسلامي سواء من ترميمه او من اعاده تهيئه المحتوى العمراني اللي حواليه. دي نقطه مهمه جدا كان مهم ان احنا نتدخل فيها. طيب دكتور اسلام، يعني بالطبع يبدو من حديثك وبالطبع هو معروف ان مثل هذه العمليه ليست بالسهله اطلاقا، ما ابرز المصاعب التي واجهت القائمين على هذه العمليه؟ طبعا من اكثر الصعوبات اللي بتقابلنا ان الاثر يكون مسجل في هيئات عالميه كاثر، لان ده على قد ما بيدي ميزه للاثر على قد ما بيصعب من عمليه ترميم. ترميم الاثار المسجله بيستلزم مجموعه من الاجراءات الغايه في الدقه وغايه في الصعوبه عشان نبقي على الاثر مسجل مع اليونسكو او مع جهات اخرى. وبالتالي دي كانت بتبقى اهم المشاكل، ان احنا عندنا اثار اسلاميه كتير موثقه، وبالتالي التعامل معاها خطر جدا. تاني حاجه او تاني مشكله او تاني خطر كان بيقابل التطوير بتاع المناطق دي الزخم العمراني وان المحيط العمراني متخن جدا للاثر. وبالتالي ازاله حتى العشوائيات دي بيكون في خطر على الاثر نفسه، وبالتالي عمليه الازاله، ازاله التعديات وازاله العشوائيه اللي حواليه ما بتكونش بسهوله ان احنا بنتخلص من اي عشوائيات في اماكن ثانيه، لان هو ده كمان مؤثر على الاثر. ثاني حاجه ان الاثر ليه شخصيه وليه كيان وليه روح طابع، وبالتالي اعاده تهيئه المحيط العمراني اصعب حتى كمان من ترميم الاثر، لان احنا عايزين نخلي المحيط العمراني له نفس الطابع، له نفس الروح زي ما حضرتك تفضلت. وبالتالي دي من الصعوبات، لانه احنا عندنا عمران اوريدي قائم، وبالتالي اعاده تطويره وتهيئته وجعله مقارب في الطابع وفي الروح وفي الستايل بتاعه الى الاثر، ده صعوبه برضه من الصعوبات اللي بتقابل المكان. في صعوبات بقى على المستوى البعيد بتواجهنا، هي صعوبه تغيير ثقافه مستخدمي الاماكن والعقارات. دي مشكله كبيره جدا، وبتقابل مش بس الاثار الاسلاميه في مصر، بتقابل معظم المناطق الاثريه. السائح لما يجي لازم يلاقي مش بس مباني على مستوى الاثر، لازم يلاقي ناس على مستوى الاثر. بالطبع هنا حملات التوعية تلعب الدور الأكبر في هذه النقطة تحديدا. وبالطبع أشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، على كل ما تفضلت به من معلومات.